محمد يبدو سيلعب على القائم القريب، وهذه الكرة الرأسية والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب اللبناني، الهدف الأول للمنتخب اللبناني يسجله حسن معتوق بكرة رأسية. شاهدنا هذه الكرة، التمريرة بالضربة الركنية من محمد حيدر على العمود القريب، وضعها لحسن معتوق وسجل برأسه هدف تقدم، هدف السبق للمنتخب اللبناني في هذه المباراة. كما نشاهد الكرة الرأسية، ونجح المنتخب اللبناني في تسجيل الهدف الأول. إذن هدف للمنتخب اللبناني في هذه الكرة الجميلة، الكرة الرأسية التي كانت من العمود القريب ونجح. وهنا فرحة المدرب رادولوفيتش المدرب المونتينيغري للعب الأول، ولعب الكرة بالاتجاه المقابل عكس اللعب للجهة اليمنى للجهة اليسرى بقطع اللعب واستغلال الاندفاع. منصور يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، والهدف الثاني، الهدف الثاني والهدف القاتل للمنتخب اللبناني في الوقت بدل الضائع. المنتخب اللبناني ينجح في تسجيل الهدف الثاني في مباراة اليوم، هدف محقق، هدف مرسوم، هدف في هجمة منظمة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. نشاهد هذه الكرة وهذه اللحظات وهذه الكرة من هذا اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة، اللاعب عباس عطوي، ينجح في تسجيل هدف التقدم، هدف الاطمئنان في الوقت بدل الضائع. ينجح عباس أن يسجل هدف المباراة.